أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يقول إن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطات على موظفي ما بعد ثورة فبراير. التغيير نت خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على هدنة محلية في ذمار. الإمارات اليوم ترامب يسمح لمن دخلوا أمريكا أطفالا بالبقاء. وفي الخبر الأكثر قراءة، رئيس دولة أذربيجان يعين زوجته نائبا له. والبداية من خبر استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد سيف اليافعي بمعارك المخا. وقال مصدر لموقع عدن الغد إن اليافعي تعرض لهجوم بصاروخ حراري أطلقته ميليشيات الحوثي خلال معارك معها بأطراف مدينة المخا. وأضاف المصدر أنه تم نقل اليافعي إلى مستشفى ميداني يقع بالقرب من منطقة باب المندب، إلا أنه كان قد توفي متأثرا بجراحه. يتابع الموقع، جاء استشهاد اليافعي إثر هجوم واسع النطاق تشنه ميليشيات الحوثي وقوات صالح، واستهدف مدينة المخا منذ عصر الثلاثاء. الثورة المضادة التي قامت بها الميليشيات ما زالت تلاحق كل ما له صلة بثورة فبراير وفقا لموقع مسند. موظفو 2011 تحت التعسف في العاصمة صنعاء، حيث أصدرت نقابة موظفي الخدمة المدنية لعام 2011 بيانا نقابيا توضح فيه الإجراءات التعسفية التي يمارسها الإنقلابيون ضدهم، وكذلك المعاناة التي يتعرض لها الموظفون من إهمال وتهميش متعمد من قبل سلطات الإنقلاب في صنعاء. وجاء في البيان النقابي إن سلطات الإنقلاب تمارس ضدهم مطالب تعجيزية لتسليم مستحقاتهم المالية منذ أكثر من 6 أشهر. من ضمن هذه المطالب التعجيزية البحث عن طلبات توزيع بالمؤسسات الحكومية في إطار المحافظات. وتابع البيان أن البحث عن طلبات التوزيع في المؤسسات هي من مهام الدولة، وأن هناك أياد خفية تحاول منع عملية التوزيع في مؤسسات الدولة للاستفادة من بقاء الموظفين تحت التوزيع. عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية، نقابة تدريس جامعة صنعاء مستمرون بالإضراب حتى تحقيق مطالبنا. قال الموقع، أكدت الهيئة الإدارية لنقابة التدريس في جامعة صنعاء أنها غير معنية بتنفيذ أمر وقف الإضراب الصادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وستستمر بالإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب. وفي هذا السياق أكد مصدر نقابي أن موظفي إدارة الشؤون القانونية في جامعة صنعاء رفضوا استلام مذكرة الهيئة الإدارية بحجة عدم موافقتهم على توجيه تلك المذكرة للنقابة التي طالبت بوقف الإضراب بناء على أمر لجنة التحكيم. خالد الرويشان كتب عن الحصار والتهجير الذي فرضته ميليشيات الحوثي على قرى بلاد الوافي في تعز، وقال الرويشان، ينفطر القلب لمرأى قوافل النساء هنا بسبب معركة يشنها الإنقلابيون بلا أي معنى في جبل حبشي، هجرت العائلات وحاصرت القرى. ماذا تريدون بالضبط من بلاد الوافي في جبل حبشي؟ لو أن بقية من ضمير موجود لكانت صورة واحدة من الصور كافية لأن تقنعكم بأن تعودوا من حيث جئتم، وكفى الله المجانين شر القتال. البلاد باقية، عودوا فحسب لبيوتكم وستهدأ الأمور. جربوا مرة واحدة أن تغادروا، وجودكم في المناطق هو سبب كل المشاكل، خذوها من قصيرها وروحوا. البلاد تموت كل لحظة، جبل حبشي لن يعلن جمهورية مستقلة أيها الحمقى. موقع التغيير نت عنون في أحد أخباره، خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على هدنة محلية في ذمار. وقال الموقع إن الميليشيات الانقلابية ردت على الخسائر التي تكبدتها في الساحل الغربي لليمن
بفتح جبهة جديدة لها في مديرية عتمة بمحافظة ذمار. وأفادت مصادر من مديرية عتمة أن الاشتباكات تجددت بعد نحو عام من الهدنة التي وقع عليها البعض، وتنص على العيش بسلام قبل أن يعود التمرد الحوثي لاستفزاز الأهالي بحملة اعتقالات تعرض لها عدد من أبناء المديرية أثناء وجودهم في صنعاء. وذكر قائد مقاومة مديرية عتمة عبد الوهاب معوضة أن عتمة تواجه عدوا متغطرسا لا يعرف القيم الإنسانية ولا الأخلاق ولا المواثيق. إضرابات صنعاء تشمل القطاع التربوي وفقا لموقع الاشتراكي نت، والذي أضاف: معلمو المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء واصلوا إضرابهم الجزئي لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم صرف المرتبات. مصدر في النقابة الوطنية للتعليم العام قال إن إضرابا عاما شمل أغلب مدارس أمانة العاصمة، وحملت النقابة في مذكرتين آخرها كانت نهاية شهر إبريل الماضي ميليشيات صالح والحوثي مسؤولية شلل العملية التعليمية جراء انقطاع الرواتب. لساعات طوال أقدمت ميليشيا الحوثي على احتجاز عدد من النساء، وقال موقع المصدر أونلاين في عنوان بارز: الحوثيون يحتجزون 8 نساء مع أطفالهن في نقطة مسلحة بالجوف. وقال مصدر في مديرية برط بمحافظة الجوف إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس صالح احتجزوا 8 نساء مع أطفالهن في الطريق العام. وأوضح المصدر للمصدر أونلاين إن نساء من مديرية برط كن في زيارة لأقاربهن في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وخلال عودتهن إلى القرية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أوقفهن المسلحون. وبحسب المصدر فإن العملية جاءت بأوامر من القيادي في جماعة الحوثيين بمديرية برط، وإنه أصر على بقاء النساء في النقطة المسلحة. ناتو عربي ضد وارسو إيراني. تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في الشرق الأوسط، وقال في أجزاء منه: 100 عام من تاريخ المنطقة مكون من أقطاب ومعسكرات وأحلاف متغيرة، وما يقال عن فكرة تشكيل حلف ناتو رباعي عربي يكون ردة فعل طبيعية أخرى ضد حلف إيران الثلاثي النشط. وقد شبه التجمع العسكري العربي بحلف الناتو، أي منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تشكلت في أعقاب التوسع السوفيتي، وكانت القوة العسكرية الغربية التي تقابل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. كيف يمكن للسعودية والإمارات ومصر والأردن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمواجهة التوسع الإيراني بعد أن مد وجوده إلى العراق وسوريا، وكذلك نفوذه في لبنان واليمن؟ الدول العربية الأربع هي أساسا متحالفة منذ فترة طويلة، وتشارك اليوم في حرب اليمن بدرجات مختلفة بما فيها مصر، ويقاتل جيش الإمارات على الأرض هناك مع القوات السعودية منذ البداية. والأردن له ارتباط عسكري وطيد بالدول الثلاث. حتى مع هذا التعاون لا نستطيع أن نعتبر العلاقة القريبة جدا تماثل حلف الناتو في مفهومه وطبيعة التزاماته. وفي منطقتنا فراغ سياسي كبير واختلال في ميزان القوى العسكري الإقليمي، خاصة خلال السنوات الثمان الماضية، وقد زاده اختلالا تخفيض الولايات المتحدة التزاماتها في المنطقة، ولاحقا توقيعها الاتفاق النووي مع إيران الذي يمثل مصالحة ونهاية المواجهة بين البلدين. هذا الفراغ نجم عنه توسيع إيران نفوذها داخل العراق، وخوضها حربا عسكرية كبيرة في سوريا، وتشكيلها لأول مرة جيشا من الميليشيات جلبتهم إلى هناك، وتحاول جاهدة إبقاء الحرب مشتعلة في اليمن بدعم الانقلاب. اعتدى نافذون تابعون لميليشيا الحوثي وصالح على مقبرة للموتى بمدينة إب. وقالت مصادر محلية لموقع الصحوة نت أن نافذين تابعين للميليشيا الانقلابية اعتدوا على مقبرة للموتى تقع بأكمة الصعفان، وتعرضت لعملية جرف بهدف البناء عليها. وقالت المصادر بأن الاعتداء
قاده مسلحون مدعومون من قيادات كبيرة لدى الميليشيات الانقلابية في ظل صمت الجهات الرسمية، خصوصا مكتب الأوقاف الواقع جوار المقبرة. وبحسب المصادر فقد شرع النافذون بعملية الجرف والاعتداء على المقبرة بغية بناء محلات تجارية خاصة بهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم مشاهدينا وإلى صحيفة العربي الجديد، وتحت عنوان الحوثيون يفرضون رسوما جمركية على بضائع عدن، قالت إن تجار العاصمة صنعاء يشتكون من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية. الغرفة التجارية بصنعاء أوضحت في بيان أن سلطات الحوثيين تفرض رسوما جمركية على شاحنات أو شحنات تجارية مرسمة ومستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة، مؤكدة أن إجراءات الحوثيين خلفت تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية ومستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي، وانعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص. أما صحيفة الاتحاد فعنونت المخلافي يتهم الانقلابيين بقتل آلاف الأطفال وزجهم في الحرب. وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اتهم الميليشيات الانقلابية بزج الأطفال في الحرب، مؤكدا تسببها بمقتل آلاف الأطفال. وقال المخلافي استخدام الأطفال في الحرب نهج سلكته ميليشيات الحوثي خلال حروبها الست الماضية، وأشار إلى أنه التقى في باريس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة ليلي زروقي، وأطلعها على الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الأطفال وما تقوم به من زجهم في الحرب واختطافهم وإجبارهم على القتال. وأضاف يجب الوقف الفوري لتجنيد الأطفال ومعاقبة المسؤولين عن ذلك. صحيفة القدس العربي قالت إن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغوليدريك حذر من أن 7 ملايين يمني أصبحوا أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى. وقال ليدريك في بيان التصعيد العسكري المتواصل منذ أكثر من شهر سيكلف المدنيين غاليا وسيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في البلد الفقير في ظل القيود المتزايدة على دخول السلع المنقذة للأرواح بما في ذلك المواد الغذائية الرئيسية. وأوضح المسؤول الأممي أن أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كافي، وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية، وقد أصبحت النساء والفتيات آخر من يتناول الطعام وبكميات أقل من البقية. الكاتب التونسي منصف الوهايبي الذي زار اليمن في العام 1989 برفقة وفد عربي فرنسي يتذكر لحظات اليمن وجغرافيته ويمزج بين ذكرياته الجميلة وواقع اليمن المر، ويقول في المقال الذي نشرته صحيفة القدس العربي: اليمن بيت العرب الأقدم كما يطيب لي اليوم، البيت الذي يقاربنا ويباعدنا، وقد فقدت الذاكرة شيئا من طزاجتها وبهتت الصور الأولى التي خطنا أجفاننا عليها. هو بيت معلق في قمة جبل، حجارة سميكة، باب وطيء، شباك صغير، بيت علمنا الأشياء كلها. الشمس تطير بجناحين، الأشجار تسير بنعلين، الماء يجري في القيعان والواحات مطوقا بسلسلة مهيبة من الجبال، الأزرق يتحلل إلى أخضر فأبيض فأحمر فأصفر، وأكاد أقطع بأن السماء والأرض كانتا رتقا في هذا الفضاء، وأن الفتق العظيم حدث هنا. ولا أزال أسمع صوت الشاعر الفرنسي أنطوان ريبو يصرخ ونحن عائدون من مدينة حجة
ويصيح بالسائق أن يتوقف. كانت الكاميرا جاهزة وبسرعة قفز إلى الأرض وتبعناه مشدوهين. كان يريد أن يثبت هذه اللحظة، لحظة العدم الأول، القوس العجيبة ذات الألوان المتوالجة. وقد اعترفت بيني وبين نفسي بفتنة الأسطورة القديمة. كانت القوس ميثاقا بين السماء والأرض، وكان ذلك بعد الطوفان العظيم. للذاكرة أن تجري بريحها، للخيال أن يلفق الأشياء، وللوهم أن يوشيها. أنظر الآن إلى ذلك البيت المعلق، إلى ذلك الطفل. لا أدري ما فعلت به كل هذه السنوات. كان يطل من نافذة صغيرة على الطريق التي حفرتها معجزة صينية في الصخر. وقلت أنت أيضا كنت هناك أيها اليمني المهاجر، كنت تطل من ذلك البيت، ولكن على القوافل المثقلة بالطيبات، بخور وعطور وعاج وأحجار كريمة وريش نعام وجلود حيوانات. كان ذلك منذ 3000 سنة. في أكثر أخبارها قراءة، قالت شبكة البي بي سي إن منفذ الهجوم الانتحاري بالعراق كان سجينا سابقا في غوانتانامو. وعلمت بي بي سي أن المسلح البريطاني في تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل في هجوم انتحاري استهدف القوات العراقية في الموصل أول أمس كان سجينا سابقا في غوانتانامو ومولودا في بريطانيا. وقال التنظيم إن أبو زكريا البريطاني فجر سيارة مفخخة في قاعدة للجيش العراقي جنوب غرب الموصل، ويعتقد أن الانتحاري رونالد فيدلر 50 عاما من مانشستر نقل إلى معتقل غوانتانامو عام 2002. وقالت صحيفة الديلي ميل إن فيدلر تلقى 1,000,000 جنيه استرليني من الحكومة البريطانية تعويضا له بعد عودته من غوانتانامو إلى بريطانيا قبل أن يسافر إلى سوريا. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، ترامب يعفي من دخلوا أمريكا وهم أطفال من حملته على المهاجرين. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إخضاع المهاجرين بشكل غير قانوني جميعا تقريبا لإمكانيات الترحيل، مع الإبقاء على وضع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وهم أطفال. وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستضع من يعتبرون مصدر تهديد على صدارة القائمة، ويشمل هؤلاء من دخلوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة والمدانين في جرائم ومن وجهت إليهم اتهامات. رئيس أذربيجان يعين زوجته نائبا له، عنوان بارز في صحيفة الحياة والتي قالت في التفاصيل. عين رئيس أذربيجان إلهام علييف زوجته مهربان في منصب النائب الأول له في قرار على موقع الرئاسة الإلكتروني. تضيف الصحيفة القرار لم يحدد مهمات معينة لمهربان علييف، لكن الدستور ينص على أن شاغل هذا المنصب ينوب عن الرئيس في حال سفره إلى الخارج. تتابع الحياة في التفاصيل. تقررت مناصب نائب الوزير والنائب الأول له، وهو منصب أرفع العام الماضي في استفتاء دستوري فتح الطريق أمام نقل السلطات الرئاسية في حال عجز الرئيس عن القيام بها. وتضمن الاستفتاء زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة من 5 سنوات إلى 7. لا يزال منصب نائب الرئيس الآخر شاغرا، وخلف إلهام والده حيدر في العام 2003، والذي حكم أذربيجان الغنية بالنفط منذ العام 1993. بن غوريون الأخير، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء من المقال: إذا صح أن معرفة السبب تبطل العجب، فإن من يفاجئهم نتنياهو بين مؤتمر صحفي وآخر، سواء عقد في تل أبيب أو واشنطن، هم الذين لم يقرأوا ما كتبه منذ وقت مبكر في كتابه مكان تحت الشمس. فهو واضح من الألف إلى الياء، ولم يفوت مناسبة لم يعلن فيها عن رؤيته لطبيعة الصراع. وقد يكون تصنيفه بأنه راديكالي أو من صقور الليكود لا يكفي، لأنه منحاز إلى الأسطورة ضد التاريخ وللأيديولوجيا ضد المنطق،
وهذا ما يسمى في معجم علم النفس السياسي الإنكار للأمر الواقع. وقد لا تكون أطروحته جديدة، فقد سبقه آخرون أنكروا الحقائق وحاولوا اختراع ما ينوب عنها. وسبق لأحد أبرز المؤرخين اليهود الجدد وهو شلومو ساند أن أشار إلى هذه الظاهرة بعمق ووضوح، لكنه يضيف إلى سابقيه رغبة تصل حد الشبق المرضي لأن يكون رائدا جديدا. فهو حين يعلن مجددا أن استمرار الاحتلال للضفة الغربية ضرورة استراتيجية لأمن الدولة العبرية، فإن ذلك أشبه بممحاة لكل ما كتب عن المفاوضات وعن مستقبل الدولتين. كما أن مطالبته للعرب وبالتحديد للفلسطينيين كي يعترفوا بتهويد الدولة هو بمثابة حذف جذري لهم من معادلة الصراع، لأنه بذلك يسقط الحقوق سواء تعلقت بمن تبقى من الفلسطينيين تحت الاحتلال منذ عام 1948 أو بعودة اللاجئين. واعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة هو استقالة لا رجعة عنها من القضية برمتها، لأنهم عندئذ سيصبحون في أحسن الحالات مجرد جالية أو مجموعة من السكان لا ينطبق عليها تعريف الشعب. مجاعة فقراء، 1,400,000 طفل ينتظرون الموت. منظمات العالم تحذر من مجاعة قادمة سيكون أكبر المتضررين فيها وأشدهم الأطفال من مختلف الأعمار. جولتنا المصورة تنقل لكم بعضا من هذه الصور المؤلمة لأطفال يعيشون في ظل مجاعة قاسية. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.